خلينا نكمل النتائج والجدول الدوري. احنا وصلنا لجدول الدوري، هل في اي مفاجآت في المجموعة دي يا استاذ محمد؟ لا هو، مجموعة القاهرة، لا هو طبعا بالنسبة لمجموعة القاهرة يعني أعتقد إن فوز السكة على الداخلية يعني هي مش مفاجأة بقدر ما هو تحت شعار اللي يخاف من السكة يطلع له زي ما بيقولوا يعني. وحصل قبل كده السنة اللي فاتت إن السكة كسب الداخلية. لو جدول، لو بصينا لجدول الترتيب هتلاقي في الزد في 20 نقطة، الداخلية 16، بعد كده بورتو 14 بنفس الرصيد، بتروجيت والترسانة، مصرية للاتصالات، وادي دجلة، منتخب السويس، السكة الحديد، الانتاج الحربي، النصر، القناة، بلبيس، المريخ، بنها، واخيرا بور فؤاد في المركز ال 16. لو بصينا قلنا زي ما قلت لك ان ده كان اول هدف في مرمى بتروجيت في ملعبه مقابل اول هدف للقناة خارج ارضه. المريخ دايما يعني، ودي طبعا الهدف اللي احرزه بور فؤاد عن طريق احمد زكي في الشوط الثاني، مباراة تحكيميه لاحمد العباسي، وبرده الملعب جميل يا كابتن. جميل يعني، ملعب حلو الحقيقه طبعا. يعني كده احنا بنشوف ايه، حتى في مجموعه صعيد في ملاعب حلوه برده. اكيد اكيد. يمكن بور فؤاد يعني ابو طالب العيسوي طبعا هو متولي دلوقتي المهمه، ويمكن بقى بيحاول ان هو إعادة طبعا للهدف. يعني عايز اقول لك ان في انديه يعني بنتكلم ان هي اصلا ليها باع طويل اصلا يعني في الدوريات يعني. اكيد اكيد اكيد. مباراه النصر بقى وبورتو كانت احسن، ده 3-3. احلى مباراه الحقيقه في المجموعات الثلاثه بصراحه. 3-3 يعني ريمونتادا، ده بيتقدم وبعدين ده يتعادل، ده يتقدم وهكذا. المباراه شهدت اهداف، والجميل هو ده فيها الماتش. مباراه النصر عبد العزيز شاعر سجل هدفين، لاعب النصر ده في النصر ده. في ملعب النصر، ملعب حلو على فكره برضه، جدا جدا، الاجواء جميله، والحقيقه طبعا وكان بقياده تحكيميه لعدي ابراهيم. حاجه المباراه كانت صعبه جدا، مباراه جري كتير قوي، جري كتير فيها. وبالمناسبه النصر الفريق الوحيد اللي بيتبع طريقه تحليل الاداء الرقمي، يعني الرقم الالكتروني، هم ملبسينه قمصان تحت الفانيلات، الفيست، الفيست اللي هو بتاع العاد اللي هو بيشوف اللياقه البدنيه. كابتن محمد عثمان اللي هو في الجهاز مع الكابتن ياسر رضوان، امكانيات حلوه بقى، قاعد بره بالجهاز، واتضح ان ادهم حسن اللي هو لاعب الوسط اكتر واحد جري في المباراه. وطبعا حاجه تكنولوجيا عاليه يعني زي ما بيقولوا يعني. حلو 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 ما يكون انديه في القسم الثاني تشتغل بنفس جدا، واعتقد ان الفريق الوحيد اللي شغال بالمنطق ده. بورتو عقده النصر، النصر ما بيكسبش بورتو على فكره في الدوري القسم الثاني. والنصر ما سجلش غير هدف واحد خارج ملعبه، تخيل كل اهدافه في ملعبه هدف واحد بس خارج حلو ملعبه. حلو الهدف ده جدا. اللي سجل للنصر حسن حسين وعبد العزيز شاعر هدفين، مقابل محمد اشرف ومحمد شاهين وكريم لالا لبورتو. طبعا اشرف توفيق عمل الثلث الاخيره كابتن فاروق، والوسط والقوه بورتو في الوسط والمهاجمين، قوة النصر في المدافعين وخط النص. يمكن بورتو زي ما قلت لك غلطة دي، ايه دي؟ غلطة حارس المرمى، ودي تاني، بص بقى دي تاني مرة حارس بورتو، مش هو ده قبليها مصطفى اللي هو الحارس المرمى غلط في بداية الموسم مع الاتصالات، والنهارده حارس المرمى بيخطأ مع بورتو. يمكن طبعا يعني أهدر على فرقته، يعني يعتبر 3 بونت يعني كانوا في متناولهم يعني. زي ما قلت لك غير سياسه بورتو، غير سياسته السنه دي. السنه اللي فاتت كان بيسجل في المتوسط هدف، السنه دي بيسجل في المتوسط هدفين، وهو اعلى معدل اقوى هجوم في الثلاث. وده هدف حلو برضه، هدف جميل. ده اهداف حلوه وعدد جميلة. كبير من الاهداف في ماتش، دايما القسم الثاني بيبقى فيه صعوبه في احراز الاهداف، ولكن بص اللعبة الكويسه بتشوف اهداف حلوه. صح حقيقه صح. طبعا يعني بتساعد اللعيبه، عندهم مهاره وعندهم طيب. بعد ما قلنا جدول الترتيب هنقول منتخب الاسبوع. منتخب الاسبوع بالنسبه للمجموعه ديت، محمد البشبيشي حارس مرمى الاتصالات،
احتفظ بشباكه النظيفه في المباراه وكان متميز جدا. علي العربي الباك رايت ترسانه، اسامه صبحي مساك السكه، احمد رضا بتروجيت، فتحي مبروك باك ليفت زد، عبد العليم صاحب الهدفين بتوع السكه في الداخليه، واحمد زكي برفؤاد، كريم لالا بورتو، محمد ابو سريع ريعو المريخ، احمد الصعيدي زد، عبد العزيز الشاعر النصر هدفين. افضل حكم في المجموعه صبر ابراهيم، مباراه السكه والداخليه مباراه صعبه جدا على تحكيميا يعني. افضل مدير فني وهو ايمن الجمل اللي فاز خارج ملعبه ودى المريخ قبلة الحياه زي ما بيقولوا. طبعا كان جمعه مشهور السكه، لكن الاختلاف هنا ان ده خارج ملعبه وده كان داخل ملعبه، فطبعا تتم الافضليه للكابتن ايمن الجمل اللي حقق فوز مهم جدا جدا.